تقف مصر ثابتة دفاعا عن القضية الفلسطينية وحفاظا على أمنها القومي. تعتبر مصر القضية الفلسطينية من ركائز أمنها القومي، بل وأهمها على الإطلاق، لحفظ أمن واستقرار المنطقة برمتها والعالم بأسره. ما بين وعد الدفاع عن القضية الفلسطينية وعهد الحفاظ على أمنها القومي، تقف مصر بمواقفها الثابتة التي لا تتغير، دولة ومؤسسات، رسميا وشعبيا، على قلب رجل واحد، تأييدا للقيادة السياسية في القول والفعل أيا ما كان، ومناصرة له في تصديه لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وحفظه لسلامة وأمن التراب الوطني. جهود حثيثة بذلتها وتبذلها مصر على مدار الساعة دون كلل أو ملل، عنوانها حفظ دماء الشعب الفلسطيني الذي يئن تحت وطأة العدوان الغاشم على تاريخه وحاضره ومستقبله. وانتصارا لنضالهم وحقهم، قادت مصر جهودا دبلوماسية حثيثة وباقتدار في مواجهة ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي وتوضيح المفهوم الصحيح للقضية الفلسطينية أمام المزاعم الإسرائيلية. جهود تكللت بحشد المجتمع الدولي نحو التضامن مع الفلسطينيين ودفاع عن حق المدنيين الأبرياء، إلى جانب حشد المساعدات الإغاثية من مختلف دول العالم إلى قطاع غزة بشكل مستدام. وبينما تمضي مصر في إضافة محطات مضيئة لتاريخ دورها المحوري لدعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان، تتشبث مصر بالقواعد الدولية والاتفاقات التعهدية، وتؤكد احترامها للقانون الدولي في كل خطوة تخطوها أو تصريح تدلي به. فمصر تعتبر القضية الفلسطينية من ركائز أمنها القومي، بل وأهمها على الإطلاق، لحفظ أمن واستقرار المنطقة برمتها والعالم بأسره. وفي هذا الإطار، تؤكد مصر دوما وأبدا على أن سياستها الخارجية ثابتة وراسخة، تنتهج فيها التوازن والاحترام المتبادل، وتحترم خلالها الالتزامات المتقابلة، سياسة عنوانها المصالح المشتركة وقوامها الإصرار على الاستقرار وحفظ السلام كخيار الدولة الاستراتيجي الأول الذي لا تنازل عنه. ومع إصرار الجانب الإسرائيلي على المضي قدما في سياساته التصعيدية غير محسوبة العواقب، تشدد مصر على أنها منفتحة على جميع الخيارات لتظل على عهدها مع الشعب الفلسطيني، حارسة لحقوقه ومقدراته حتى يسترد أرضه كاملة، وعلى وعدها للمصريين بالأمن والأمان، ووعيدها لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري بالقول أو بالفعل. ولا عزاء لمن ينسى أو يتناسى.